فنحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا، قولوا آمين. امبارح واحد صاحبي، بس اصبر شوية، بيسألني احتفلت بعيد الحب؟ فقلت له الحب ايه؟ فقال لي انت ما تعرفش ان في عيد حب؟ قلت له عارف، بس الاسلام ما بيعرفش للحب عيد. قال لي انتوا كده لما ما تعرفوش تمارسوا حاجة تحربوها. قلت له ابدا، الفارق بين المسلم وبين الانسان اللي بينسلخ من دينه إن اللي بينسلخ من دينه ما عندوش قيم ومبادئ ثابتة، فبيخلي للأم عيد وللأسرة عيد وللحب عيد وللبر عيد، لكن لما تيجي تبص للإسلام تلاقي الإسلام يجعل الحب منهج حياة ويجعل البر منهج أسرة ويجعل إكرام الأم طريق للجنة ويجعل شمل الأسرة أصل من أصول التكوين في الإسلام كله ويجعل إكرام اليتيم مسوغ لسبق النبي إلى باب الجنة، ما بيخليهوش يوم. وركز معايا في القضية دي، مهمة جدا. الحب إيه اللي عندك عشان نبقى فاهمين؟ الحب أنا آسف دبدوب ولا وردة؟ هو ده الحب؟ الحب إن أنت تخرج وتروح تخش السينما ولا تقف على الكورنيش ولا تبعت رسالة؟ لو أنت ما تعرفش الحب تعال نعرفولك. أول حاجة، الحب عنوانه في أحاديث النبي حينما يعلق كمال الإيمان على الحب فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مش ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش كده وبس، ده النبي صلى الله عليه وسلم علشان بيغير قوي على الجماعة اللي هم بيحبوا بعض حب عفيف شريف، يقول كده ما رأيت للمتحابين مثل النكاح. فالنبي ما يعرفش حب الظلام ولا يعرفش حب الشوارع، إنما يعرف الحب الذي تبنى معه الأسر. علشان كده لو أنت جاد وبتحب البنت وما بتضحكش عليها فاذهب إلى أهلها واطلبها، أيوة اطلبها حليلة ولا تطلبها خليلة، اطلبها زوجة مكرمة ولا تطلبها حبيبة مهانة لا قيمة لها بين الناس، تتهم ولا تجد من يبرئها. ما تيجي تبص كده لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبقول الكلام ده لكل راجل لما تيجي تسأله انت بتحب مراتك، يتكسف كده ايه بقى مشي، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بجد ممكن تقول لي بحبها ولا لا؟ ها؟ يعني عبد الله قاعد جنبه وما يقدرش يقول بحب ولا ما بحبش خالص، مع ان مراته قاعده في وشه خالص ما يقدرش يقول الكلام ده. لكن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يسأل على جمع الصحابه
والجميع يعرف تعلقه صلى الله عليه وسلم بعائشة، لدرجة ان هو يشوف حطت شفتينها فين وشربت منين فيتحين هذا المكان ليشرب منه صلى الله عليه وسلم. وفي شدة تعلق اكتر من كده بأبي انت وامي يا رسول الله. علشان كده هي كانت حريصة ان اخر ريق من حضرة النبي يصل الى ريقها لما خدت السواك وهو في لحظاته الأخيرة لتمضغ وتمتص ما بقي فيه من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الحبيب كان يصرح بهذا الحب دون خجل ودون تورية، حينما يسأل عن أحب الناس إليه فيقول عائشة قدام الناس كلها، طب وخديجة؟ يقول إني رزقت حبها. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تسأل عن الحب فاسألني عن الحب اللي هو يغار على حبيبته قوي حتى في عز الأزمة. الجميع بيتكلم في عرض عائشة وهو صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤذوني في عائشة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شفت الحب؟ لو عايز تشوف الحب فروح شوف الحب في عين الصديق رضوان الله عليه وأرضاه وهو في الهجرة ويجيب مية عشان كان عطشان وقيل لبن فيدي النبي، فسيدنا أبو بكر يقول فشرب رسول الله حتى ارتويت أنا. يا عارفين الحب؟ الصديق رضوان الله عليه وأرضاه لما صدع بالإسلام قريش أو ساعته ضرب لدرجة أنه قعد تقريبا يوم بحاله شبه ميت، وفقدت قبيلته الأمل أنه يكون عايش. فأول ما فاق أول كلمة كيف رسول الله؟ خليك في نفسك يا عم، اللي فيك ما يكفيك. لا، أصر على أمه أن هي تسنده علشان يروح يطمن على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تشوف الحب روح بص على بلال لما اعتزل الأذان كله بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرضيش يؤذن. عايز تشوف الحب روح بص على الزبير بن العوام في غزوة أحد، كان لسه صغير عنده 15 سنة أو 14 سنة، وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فخد السيف بتاعه يجره في مكة ويجري في شوارع مكة عايز يروح يقتل اللي قتل النبي، وكان أول من سل سيفا في الإسلام رضوان الله عليه وأرضاه. عايز الحب؟ ربيع بن مالك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله عايز إيه؟ ما حاجتك؟ كان قادر يقول له عايز غنم عايز فلوس، لكن سيدنا ربيعة كان ذكي قوي قال له مرافقتك في الجنة، ده أعظم أنواع الحب. عايز الحب؟ ثوبان رضوان الله عليه وأرضاه. ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه يلاقي لونه مصفر ويلاقيها فتان وتعبان، ما غير لونك يا ثوبان؟ قال له يا رسول الله طب أنا ما فيش مرض ولا فيش وجع، إما إيه كل اللي فيا ده؟ اصفرار الوش والهفتان علشان لما ببعد عنك بتوحشني. فبيحصل لي اللي أنت بتشوفه ده يا رسول الله، لأني بحس في رغبة شديدة قوي إن أنا دايما أكون معاك، نفسي يخالط نفسك وعيني تقتبس من نور عينيك وكتفي يلامس كتفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب المرأة اللي من بني دينار وهي يستشهد أبوها وأخوها وزوجها في غزوة واحدة، رايحين يقولوا لها الخبر هيقولوا لها عظم الله أجرك في مين ولا في مين؟ فأبوها ولا في أخوها ولا في جوزها ولا في ابنها؟ يا جماعة دي مصيبة جلل. فاللي رايح يقول لها الخبر قالت له استنى بس
ايه؟ طمني النبي عامل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. الاقي قالت له النبي عامل ايه؟ صلى الله عليه وسلم. قال لها كويس النبي صلى الله عليه وسلم. فراحت بصت على النبي كده وطمنت عليه وقالت له كل مصيبة بعيدة عنك فهي هينة وكل مصاب بعدك جلل. ولا ابويا ولا امي ولا اختي ولا الدنيا كلها تفرق معايا، المهم اني اطمنت عليك. شفت الحب؟ الحب بكاء الصديق حين شعر بلحير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حس بدنو اجل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يواسيه وحب يطبطب عليه فيقول له لا تبكي، لو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا. شفت الحب؟ هو ده الحب الهادف، الحب السامي، الحب اللي يبني ولا يهدم، الحب اللي يرفع ولا يضعش، الحب اللي العالم كله يحكي عن علاقة شريفة تخرج في النور، مش علاقة في الظلمة وعلاقة في الاتهام، وعلاقة نضع فيها أنفسنا موضع التهم ثم نتهم فلا يكون لنا أجر عند الله سبحانه وتعالى. ياريت كل اللي يسمع الفيديو ده يكون فهم يعني إيه الحب، ويعني إيه يعيش الحب، ويعني إيه يتعايش بالحب، عشان يفهم إن الإسلام دين الحب. ولو عايز ارتقي من كونك مسلم إلى كونك مؤمنا لابد وأن يعرف الحب طريقه إلى قلبك حتى ينعم الله عليك بكمال الإيمان. يلا نقول الشعار: بالحب يمضي بنا اللقاء، وبالأمل والتفاؤل نعيش الحياة، فتفاءلوا ولا تحزنوا فإن لكم ربا غفورا رحيما فما ظنكم برب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.